السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو اليوم. إن شاء الله نشارك معكم طريقة جد مبسطة لتحضير شباكية أو لا المخرقة. كتجي من أروع ما يكون شكلا ومذاقا. كتجي معلكة وكلها مجعبة أو مبوقة وشاربة العسل. كتجي كتدب في الفم. قبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوش تدعموني. الناس اللي مازال ما اشتركوش معايا اشتركوا معايا وفعلوا الجرس فضلا وليس امرا، وما تنساوليش واحد اللايك. ونبداو على بركه الله. عندي هنا كيلو ديال الدقيق في القصريه، غادي نضيف عليه واحد الملعقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره مخلطه ما بين القرفه ونجمه البادين والجوزه. المهم الجوزه ونجمه البادين كيبقاو اختياريين للتنسيم، ولكن صدقوني يا البنات راه نجمة البادين كتعطي واحد المذاق من اروع ما يكون، سورتو ملي كتكونوا كتقليوا راه كتطلع واحد الريحه بحال راكم عند مول الشباكيه كتقداو الشباكيه. وهنا عندي شويه ديال المسكه الحره، انا هنايا دقاها مع شويه ديال الدقيق او طحناها مع شويه ديال الدقيق، كاس ديال الزنجله مطحون ومغربل، وكاس ديال اللوز حتى هو مطحون ومغربل، يعني ما محمرهم ما والو. عندي هنا كيس ديال الخميره ديال 7 الغرام ورشيشه ديال الملح. نحاول نجمع هاد المكونات نخلطهم مزيان بايدي باش هنا بعد ما كنجمع النواشف مزيان نحاول نخلطهم مزيان باش ما تبقاش كل حاجه مفروزه في جهه، يعني ندمجهم مزيان. من بعد غادي نضيف هذاك الكاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، وكاس ديال الزبده نوازيت. اللي ما بغاش يدير الزبده نوازيت يدير غير الزبده مذوبه عاديه. وهذه هي المرحله المهمه كذلك، هي اننا ملي كنضيفوا هاد الليدام اولا هاد الزيت والزبده نحاولوا نبسوها مزيان بحال كنخدموا البهله اولا الحرشه. المهم نحاولوا نبسوها مزيان وحنا كنحكوا بيدينا باش كنسخنوا هذاك المكونات بين يدينا وكيشربوا لينا هذاك الليدام. انا هنا غادي نستمر نحاول نبسهم مزيان ونحكهم بين يديا مزيان. هنا بعد ما بستها مزيان من الافضل في هذه المرحله هذه نخليوها تبات الا كان عندنا الوقت، لما كانش عندنا الوقت على الاقل نخليوها واحد الساعه. المهم قد ما ارتاحت قد ما تشربت هذوك السوائل او داك الليدام وكتجي فتيه وطريه الشباكيه ديالنا. انا هنايا غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها تبات ليله كامله، والصبح عاد غادي نكمل المقادير الاخرى. وهنا كما كتشوفوا بعد ما خليتها ليله كامله نحاول نحيد لها داك البلاستيك الغذائي. وهنا غادي نستعمل البيضه كامله. بالنسبه للبيضه كامله كاين اللي كيخاف من داك الرغوه اللي كدير في القليان، ولكن السر كله باش تجينا الشباكيه ديالنا مجعبه ومبوقه هو داك البيض اللي مع الصفر. يعني ماشي مشكل انها تطلق هذاك الرغوه في القليان مادام انها كدير هذاك التفاعل في القليان، الا وانها كديرو حتى في العجينه وكتخليها تجي مبوقه ومجعبه. فهذا سر من الاسرار اللي كيخليو الشباكيه تجي مجعبه هو الابيض البيض، ضروري نضيفوه مع الاصفر. وهنا عندي كاس ديال ما زهر مرقده فيه شويه ديال الزعفران شعره، ممكن اللي ما عندوش زعفران شعره يدير غير ضامه ديال الزعفران او ملون غذائي. وعندي كاس ديال الماء عادي وثلاثه معلقات ديال الخل. غادي نحاول نحطهم في واحد الكاسرونه ونديرهم يدفاو ليا غير شي شويه، ومن بعد غادي نجمع بهم كما كيبان لكم في الصوره. انا هنايا غادي نجمع بهم، كنت حاطه واحد الكاس كيبان لكم في الصوره، كنت قلت الا ما زادنيش غادي نزيد الماء، ولكن راه صافي غير هذاك الكاس ديال الماء مع كاس ديال المظهر مع ثلاثه ديال المعلقات ديال الخل كفاوني.
لان كما كنعرفوا العجينه ديال الشباكيه ما كتبغيش تجي مرخوفه بزاف، يعني كتبغي تكون شاده راسها مزيان شي شويه، ما هي القصوحيه ماشي قاصحه حجره ولكن شي شويه، المهم كتكون شاده راسها باش ما تعذبناش في باش ما تعذبناش في الشباك، وتاني ما نخليوهاش مقصحه بزاف بزاف باش ما تاني تعذبنا في الطلاق. المهم بين وبين هنا نحاول ندلكها مزيان او لا نعركها مزيان تطلق ليا العجينه مزيان، نحس بها راه ندلكات والعناصر كلهم اندمجوا. كما كنعرفوا الشباكيه دائما السر ديالها هو الدليك، كتبغي شي شويه الخدمه وشويه ديال الكتاف. هذه المرحله بعد ما كندلكوها مزيان، اللي بغى يخليها ترتاح احسن، اللي كان مزروب بها يشكلها مباشره. راني يعني كنوريكم هنا في الصوره كيبان لكم القوام ديالها كي كتجي. مهم ما بين وبين مايله شي شويه القصوحيه ولكن ماشي قاصحه حجره. هنا دوست نقطعها انا على 8 ديال الكويرات، كل واحد على حسب العدد اللي بغى، وغادي نحاول كل كويره غنحاول نطلقها على شكل ظرف كما مبين لكم او على شكل مسمنه. هنا بعد ما شكلتها كلها على شكل اضريفه، كل ظرف غنحاول نطلقو غير شي شويه ونقطعو على شكل اشرطه كما باين لكم هنايا. بالنسبه ليا هنايا انا فضلت ندير في واحد العلبه، اللي ما بغاش يدير العلبه يدير غير بلاستيك. المهم ضروري العجينه ديال الشباكيه ضروري خاصها تغطيها، يعني الا خليناها هكا فوق سطح العمل راه تقصح وتنشف وما تصلح ليناش الخدمه. المهم انا هذه الطريقه ديال العلبه اولا السبيره ديال البلاستيك جاتني عمليه، انا هنا كنفصل بيناتهم بواحد البلاستيك، واخا ما نديروش بلاستيك راه ما غاديش يتلصقوا لان كما. وهنا غادي ندوز هذوك الاشرطه نحاول نطلقهم شويه بالدلاك عند ولهم في لا ماشين. بالنسبه لي ما عندوش لا ماشين حتى الدلاك راه نفس كيعطي نفس النتيجه، غير لا ماشين كتخفف علينا شي شويه الجهد ديال الطلاق. نبقاو نطلقوا بالدلاك شويه على الكتاف، المهم الماكينه غير كتسهل علينا، اما هي النتيجه نفسها. السيركول ديال الفويتاج هو هذوك الشكل اللي درنا على شكل ظرف، يعني اما الدلاك اولا لا ماشين راه بحال بحال. انا حاولت نطلق هذوك الاشرطه ودوزتهم في النمره 5، ومن بعد غندوزهم في النمره 3، يعني كنبداو بالرقم الكبير ومن بعد الرقم الصغير، ما نجيوش نبداو بالرقم الصغير مباشره باش ما تقطعش لينا العجينه. بالنسبه للارقام راه كل ماكينه كما كتكون كيف كيكون الارقام ديالها، يعني ماشي بحال بحال. انا هنايا دوزتهم كاملين باش استفدت، وعاد من بعد قلبت النمره ودوزتهم كاملين. هاد الطريقه كتبقى احسن من غادي نبقاو ندوزو كل شريط من الرقم ونرجعو نريقلو ونرجعو نخرجو من الرقم لاخر، يعني نحاولو ندوزهم من نفس الرقم كاملين الاشرطه، ومن بعد نريقلو لا ماشين ونخرجوهم تاني من الرقم اللي جاي من بعدو، وصافي يعني كنسهلو علينا الخدمه. وهنا غنحاول نطلق الاشرطه ديالي او المربعات ديالي، غندير كاين اللي ندير له اشرطه 5 كاين اللي ندير له 6 اشرطه كما مبين لكم، يعني التقطيع على حسب التشبيكه اللي غادي نشبكوها. ندوزو بسم الله على بركه الله، نبداو بهذه ديال 5، 1 2 3 4 5. اول حاجه كنهزو الاول كنزلو الثاني، نزيدو هذا الثالث تحت الاول، نزلو هذا الرابع، هذا الخامس غنجيبو ونقلبوه مباشره فوق هذا. هنا كيبقاو لينا هاد الجوج هادو على هذا الشكل، هذا كنحصلو على هذا الشكل، هذا هاد الجوج هادو لودينات، غنشدوهم ونقلبوهم على هاد الطريقه هادي. نزلو الحلوه ديالنا اولا العجينه ديالنا فوق سطح العمل باش يسهل علينا الخدمه. هادوك الودينات اللي دفعناهم لتحت نحاول نقرصهم باش ما يتحلوش لينا في الطياب بهذا الشكل هذا، ونضغطهم للجناب. بالنسبه اللي كيبغي هاد الجنيبات يخليهم، واللي كيبغي يحيدهم يحيدهم، المهم شويه ضروري يبقى واحد شويه باش كيعطيو واحد المنظر. كتجي الحليوه ديالنا على هذا الشكل هذا. نعاود معكم واحده اخرى،
كما الأولى، خمسة ديال الأشرطة كنشدو الأول، نزلو الثاني، الثالث كنخشيوه تحت الثالث، عفوا تحت الأول، كننزلو هذا الرابع، والخامس كنقلبوه مباشرة. كيبقاو لينا هاد الجوج، نحاول نقادوهم، كتجينا الحليوة على هاد الشكل هذا. بهاد الجوج صبعان كنحاولوا ندفعوا هادو مباشره ونقلبوا، راه كيخرجوا لينا هنا، نزلوا على الارض ونضغطوا عليهم باش ما يتحلوش لينا في القليان. ومن هنا نحاولوا ندفعوا شويه باش الحلوه ديالنا كتفتح، ونقطعوا الجناب على هذا الشكل هذا. بالنسبه الى بانت لينا شي حاجه ما محلولاش ولا، نحاولوا نحلوها بالسكين باش تجي عاطينا الوريضه واضحه. وكتجي الحليوه ديالنا على هذا الشكل هذا، او لا كاينه طريقه اخرى هي هذه، كنشدو جوج نحطهم فوق جوج، وهذا ما غاديش نحطه هنا، لا غادي نخليو هذا وننقزو به لهنا ونحطوه على هذا الشكل هذا. هنا غادي نشدو، نديرو هذا الصبع الكبير هنا هكا، وهاد الودينات نحاولو نجمعو بهم او الطريفات، مهم هادو نحاولو نقفلوهم مزيان. وفي هاد اللحظة هادي غادي نحاول نقلب الحلوة ديالي دائما سطح العمل باش تسهل علينا الخدمة. بكل سهولة كتجي الحليوة ديالنا على هاد الشكل هذا، باش يبانو لنا التوريقات نبقاو نستعنو بالسكين، نحاولو نحلوهم باش كيعطيونا دوك هنا غادي ندوزو لهادي ديال ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، حتى هي بنفس الطريقة، نقلبو جوج فوق جوج هكا، وهادوك الجوج رجعوهم اللور هكا، كيوليو عندنا هنا ثلاثة الأشرطة وهنا ثلاثة الأشرطة. بنفس الطريقة نحطو الصبع الكبير هنا هكا، ونجمعو القنت مع القنت هكا، ونحاولو نضغطو مزيان باش ما يتحلش لينا في القليان. وفي هذه اللحظه كما كيبان لكم غادي نحاولوا نقلبوا الحلوه ديالنا. سطح العمل دائما، وهنا غادي نحاولوا نحيدوا الزائد او الفائض، وكتجي الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا. انا هنا كنستعن بالسكين غير باش يتفتحوا هذوك الوريضات. نعاود بنفس نقرب لكم ان ستة الاشرطه نحطوا جوج فوق جوج على هذا الشكل هذا، وهاد الجوج هادو اللي بقاو غادي نرجعوهم للور بهذا الشكل هذا. ثلاثه كيولي لنا هنا وثلاثه هنا، نحاولوا نشدوا القنيطه مع القنيطة، صافي هنا غادي نحاول نقلب الحلوة ديالي بهذا الشكل هذا. انا طوال الخاطر غير بشوية يعني، ما نتقلقوش ما نزربوش، وغادي نصيبوها دغيا دغيا. الافضل البنات تبقاو تعدلوها بالسكين افضل من اليد، باش كتجي مورده ومجعبه باش ما كنزيدوش نضغطوا عليها. انتما البنات الطريقه اللي درنا في ديال خمسة، نقدروا نديرو ديال سبعة ديال الاشرطه الا بغينا تجينا الحبه كبيره هكا. كنديرو جوج
فوق جوج، نرجعو اللور ونديرو جوج، كيبقى لينا هذا الزايد. هذا الزايد ما كنديروش هنا، لا كنقصو حتى لهنا ونحطه على هذا الشكل هذا. في هذه الاثناء هذه غادي يوليو عندنا هنا 4 ديال الاشرطه هنا وثلاثه هنا. بنفس الطريقه نشدو القنيات مع القنيات على هذا الشكل هذا، نضغطو مزيان صافي، ونقلبو الحلوه ديالنا. ودائما كنعاود نكرر الخدمه فوق سطح العمل باش كنتحكموا في الحلوه ديالنا. وهادي كتجي شويه كبيره في الحجم ديالها ومورده بزاف، فيها بزاف ديال هي نص باش خدمنا هذيك ديال 5، لان فيها عدد فردي ديال 5 بحالها بحال ديال 7، وديال 8 بحالها بحال ديال 6. نعاود وحده معكم مع هذه ديال 7، كنطبقوا جوج فوق جوج، نقلبوا الحلوه ديالنا ونزيدوا هاد الجوج فوق الجوج. كتبقى لينا هاد الحبه هذه اللي زايده هنا، ما كنرجعوهاش لهنا، كنخليوه هنا ونقزو لهنا على هاد الشكل هذا. والودينات نشدوهم، المهم هنا بقى لنا 3 وهنا 4. نحاول نجمع مزيان هاد الودينات. هنا بدات تنشف ليا انايا العجينه لاني ما حطيتهاش بالبلاستيك، فلهذا ضروري البلاستيك وحنا كنخدمو. صافي غادي نقلب، راه غير كتنشف الحلوه ما كتبقاش عطينا الطوع للخدمه، وثاني الا كانت مرخوفه بزاف ما كتعطيناش الطوع في الخدمه. العجينه تكون مويه. هنا التشبيكه هذه من 6 ديال الاشرطه، كنديروا شريط فوق شريط ونجمعهم من الطرف وندفعهم واحد الدفيعه ونحاولوا نقادوهم مزيان، وكيعطيونا هاد الوريدات هما. كتبقى تشبيكه ساهله بالنسبه للمبتدئات، يعني ما بقاش العذر باننا نقولوا راه ما كنعرفوش نشبكوا الشبكه، يعني اسهل من هذه ما كاين. هنا بعد ما كملت الكميه كامله غادي نخليها تنشف ليا شي شويه. المهم قد ما نشفت قد ما كانت النتيجه مزيان، من الافضل حتى هنايا الا كان عندنا الوقت يعني وما نزروبيش نخليوها تبات، فلما لا، يعني قد ما نشفت راه تعطينا نتيجه رائعه. بعد ما خليتها انايا هنايا كما كتشوفوا سخنت الزيت، وغادي نحط الحبات ديالي، وراني موجده العسل حتى هي مباشره القليه اللي قليتها، غادي ندوز نطفيها في العسل. بطبيعه الحال هنا عندنا العسل بارده، غادي نحطو فيها شباكيه سخونه كافيه بلا ما نسخنو العسل. ولنجاح الشباكيه ضروري اننا تكون عندنا العسل من نوعيه جيده، الا ما كانتش عندنا نوعيه جيده ماذا بينا ندير واحد جوج معلقات كبار ديال الجليكوز، حتى هما كيخليو الشباكيه كتجي شاربه وكتبقى لاصق عليها العسل، ما كتطيحش عليها هي، يعني الجليكوز راه كيخليها تبقى لاصق عليها ما كتنزلش منها. وبالنسبه للقليان ضروري الزيت يكون غير مويان، درجه حراره معتدله، ما يكونش طايب بزاف او لا ما تكونش النار مجهده باش ما تخطرش لينا الشباكيه وتحمر وهي باقا معجنه. يعني هادو هما الاسرار اللي كيخليو، يعني واخا هما اسرار يعني شي حويجات اللي بساط، ولكن راه كيخليو يعني عندهم دور كبير باش الشباكيه اما تجينا شحال اما لا. هنا انايا كنصفي مباشره من الزيت وكنحط في العسل اللي كما قلنا بارده، وكنخليهم وندير القليه الاخرى ونخلي هذاك العسل تشرب. بالنسبه الى كان من الافضل كانت عندنا الكميه ديال العسل يعني كبيره او لا بزايد، نديرو جوج سوبيراس ديال العسل ونحطوه في وحده ونعاودو في الاخرى، لان ديك الاولى كتكون سخنات كما كنحطو فيها الشباكيه كتسخن. الا ما كانش ماشي مشكل، يعني راه الجليكوز غادي يدير هذاك الدور. هنا انا نكمل الكميه كامله ونرشها بشويه ديال الزنجلان، ومن بعد نتلاقى معكم في الشكل النهائي. راه كيبان لكم هنايا في الزيت في القليان كتبان بانها كتبوق لينا الشباكيه ديالنا، كدير داك الفقاعات، هذا دليل انها غتجي يعني مبوقه وشاربه العسل، يعني راه في الزيت ملي كنكونو كنقليوها كيبان لينا النتيجه.
هنا ده وشك النهائي. هنا كنحاول ندردر شويه ديال الزنجلان، وغادي نقسم معكم وحيده تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي مجعبه، كلها مجعبه كما كيبان لكم، كلها فقاعات. هنا حاولت نصورها من الجنب وصورت من الاعلى، داك الشيء علاش كتبان الاضاءه كتبدل. كنحاول نشدها معكم مزيان باش تشوفوا الشبكيه كيف كتجي. نقسم معكم وحيده وتشوفوا كيف جات. كتجي من اروع ما يكون، فتيه وهشيشه مشاربه العسل. ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحده، الى الملتقى في امان الله.